UNFM 91.2. البخور العجعاجي وبابا الشريف الباجي مع صحي تاجي شديت كوجينتي ومديت فحاتي وحضرت لكم صحي كف تاجي من يديتي الملاح متنوش ومحرحر وكل عادة نقولكم اللي ما يحبش الحار ما عليه كان يستانس. قال لك مغناطيس الكرسي ما هوش جديد على الإنسان اللي من قديم الزمان وهو يعشق السلطة وعنده هيجس حب السيطرة من وقت قانون الغاب كان الأقوى هو اللي يفرض روحه ويفك البلاسة ويولي صاحب القرار. وكيف ما قال الفيلسوف توماس هوبز الإنسان ذئب لأخيه الإنسان. تي لحظة فيش نحكي درس إنمية وغيرية صحي تفتيجي ما هوش درس تاريخ ولا هو رجع لي شاد العقل نرجع ولا قلت لكم كلمة سلطة اسمها فيها جاية من يتسلط اللي عنده سلطة متسلط لأنه مش مش هذيك تسلط معناتها متسلط اسمها فيها ما كذبوش علينا ديجا السلطان متسلط. وحكاية الغرام بالكرسي هاي باش نرجع لكم بحكايتها كيفاش باش نفسر لكم حكاية الغرام بالكرسي كيفاش حب الكراسي حب الكراسي لا ما يحبش الكرسي بالكل هذاك اللي السيد اللي جبدته ديمو كراسي وليش مي ولا عرفت لا لا القذافي ويش يبولوا بعضهم مش بعض بحكاية الغرام بالكرسي تبدأ من الصغرى والكلنا نتفكروا هذيك اللعبة اللي كنا نلعبوها واحنا صغار كنا نحطوا كرسي في الوسط ونغنيه وش نغنيه فاطمة يا فاطمة فاطمة فوق الكرسي شد شعرها وتبكي هذيك هي ما بيكي يا فاطمة ما بيكي يا نادية ما تعرفش الغنية لا لا نعرف اللعبة لا خاطر انا كنت نلعبها في صمت كنت نلعبها في تلعب في صمت كنت تلعب الأغلبية الصامتة الأغلبية الصامتة باهي يا سي الاغلبيه سامتا نفسر لك علاش جبدت لكم اللعبه هذيا. من الصغرى يعلمونا كيفاش تدز باش تفك الكرسي يحطوا لنا كرسي ولازم الفالح هو اللي يشد الكرسي واللي قعد بلاش لينا ولي ربي. من الصغرى يغرسوا فينا الغرام بالكرسي ومن بعد كي نكبروا شويه نتعلموا نركبوا في الكار. ينعم وفي الكار تفهم قيمه الكرسي. الكرسي اللي ناس الكار بين قوسين وركزوا لي على ناس الكار الكل تجري عليه وتحب تحصله من الصغير حتى للكبير. عندك زادة كرسي آخر الناس الكل تحلم بيه والله لا يحرم منه صبية وليا وهو كرسي العرس والتصديرة. ليلة عرسي ليلة عرسي وبش نتصدر في الكرسي ليلة عرسي ليلة عرسي وبش نتصدر في الكرسي. ربي كبر إن شاء الله. أنا عندي اقتراح فوفا لو كان يوليو في كل عرس ولا في كل فيونساي ينحيوا علينا الكرسي جماعة الكل واقفين يتصدروا. لا أنا عندي إنه جو بيزار بالحق الناس الكل تحكي والدور والعروس والعروسة ديجا هي التوندونس راهي ولي خاطر المشهد معناها الحقيقة قلق شوية تقول مشي تفرج فيلم معناها عروسة وعروس متصدرين والصالة الكل تتفرج عليهم شنو احساس مسكين اسمع هما يبداو يتغسروا هكا تبدا هي درفش تقول له زعما تتبسم وتضحك وتبدا توتلي وفي وضن نحب نعرف ان التول هما خاطر يوليو عليهم العينين الكل. لكن انا عندي اقتراح مخيب على خاطر بخلاف الكرسي هذايا اللي عنده جاذبيه كبيره برشا فما كرسي عنده سحر اخر وهو كرسي السياسه والهنا نقترح عليهم تولي الاغنيه انا سياسي انا سياسي وباش نلصق في الكرسي الله كان يفكروا اي عظمه على عظمه كان يعملوا الغنية بها عكس طوفي بوشناق خذوا الكراسي لا هما هو يقول هاتوا الكراسي والمناصب لا هو يقول بس خلوا لي الوطن كي هزوا المكاسب والمناصب مش قاعد فيه الوطن الحاصل هما قالوا لنا ديجا ما تنسيوش معناتها لازم الكلنا نقفوا لتونس بطبيعة الحال احنا نقفوا هما يقعدوا على الكراسي لحظة برك الولاد مش نقف هنا طول الكرسي نقفوا الكلنا لتونس خليهم هما يشدوا الكراسي ويقعدوا الميكرو نتاعي والله يوقف نقفل تونس ولا نقفل تونس يا نادي يقفل تونس شبيه انا نقفل تونس محمد من غاد يقفل تونس يا ولدي محمد لا هذه مش وطنيه محمد راك قاعد على الكرسي مازال هذه وطنيه لا اقف سافا والله ما يتيقف يا محمد اي سيدي خان والله انا كنا اليوم وقفنا والله لاني مكمل حصه كان ما تيقفوا معنا والله يوقفوا الكل تحيه لكم الناس الكل ان شاء الله خير شباب هذا الوطن دونك هنا وقفنا تونس ما خير من هيك يا خويا خذوهم الكراسي هنا بالواقفه يا خويا هنا بالواقفه ونحبوا زاد الوطن واقف على ساقيه الوطن ما يستحقش الكرسي بطبيعه الحال وصحينا الكف تيجي لليوم وفيك العاده نقول لكم ما تشربوش وراها الماء واسمعوا الموسيقى واعملوا معنا ضحكه باي باي كف تيجي